المحاولات العربية لحصر حل الأزمة السورية ضمن العائلة العربية لم تحقق نجاحا، رغم تأكيد وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني أن الرئيس السوري سيوقع المبادرة العربية، ورغم تفاؤل وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي بن عبد الله عقب اجتماع مجلس التعاون الخليجي في الرياض بأن سوريا ستوقع مبادرة العرب في غضون 24 ساعة. في موازاة جهد الجامعة العربية، يتابع وزير خارجية العراق هوشيار زيباري مبادرة بلاده تجاه سوريا عبر نقل تفاصيل وآليات تطبيقها إلى الجامعة العربية والأطراف السورية وفق مسؤول عراقي رفيع. ميدانيا يوم أحد دام في سوريا قتل خلاله عدد من الأشخاص غالبيتهم في حمص وإدلب. في هذه الأجواء تستمر المواجهات في درعا وإدلب وحمص، حيث وردت أنباء عن استهداف منشقين ناقلة جند في داخلها عسكريون. ونقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن ضابط منشق أن خسائر الجيش النظامي البشري المؤكدة داخل مدينة القصير الأحد فقط هي مقتل ضابط برتبة رائد وخمسة جنود، وإلقاء القبض على ضابطين برتبة ملازم أول من محافظتي درعا وريف دمشق. أضراب الكرامي يدخل في يومه الثامن. في موازاة التظاهرات المتواصلة، يستمر المعارضون في الإعداد تدريجيا لعصيان مدني عبر تواصل الإضراب التصعيدي الذي أعلن في 11 من كانون الأول ولا يزال ساريا، ويلقى استجابة واسعة في حمص وإدلب ودرعا إضافة إلى العديد من ضواحي دمشق. في المقابل تجهد العناصر الأمنية إلى إفشال الإضراب واقتحام المحال المقفلة. في هذا الوقت يستمر اجتماع المجلس الوطني في تونس، وأكدت مصادر صحفية أنه سيتجه في بيانه الختامي إلى طلب حماية دولية من دون أي إشارة إلى تدخل عسكري.